النصوص الواردة في التحذير من السبال جاءت على نحوين. النحو الأول ما جاء فيه الوعيد على جره خيلاء وبطرا كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة مطلقا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل فذكر الإسبال المسبل والمنال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. وهذا مطلق سواء خيلاء أو غير خيلاء. جمهور العلماء حملوا الحديث المطلقة في التحذير من الإسبال والوعيد عليه بالنار والعقوبة في الآخرة على الأحاديث التي قيد ذلك بالخيلاء وبالبطر، فقالوا إن المنهي عن المحرم وجر الإزار خيلاء وهو الذي وردت فيه النصوص، إذا جره لغير خيلاء فهنا جمهور العلماء على الكراهة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن جر الإزار خيلاء أغلظ منه إذا جره من غير خيلاء، لكن في كلا الحالين هو قد وقع في محرم. والأقرب ما ذهب إليه الجمهور والأولى بالمؤمن أن يرفع إزاره وألا يسبل لما في ذلك من خطورة الوعيد الوارد فيه.